السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رسول الله كان يفطر على الرطب او التمر او الماء. وشوف انا لا انا اتحدى العلوم الان، ان تقترح لنا مادة غذائية لمعدة فارغة، اتحداها يعني كيف ما كانت، يعني تكون أمريكية ولا يابانية ولا ألمانية ولا أوروبية، أنا أتحدى الآن عالم يحدد لنا ما يمكن أن نسقطه في المعدة كي تفرز مكون البيبسين ويكون لا يكلف المعدة أي شيء. هو التمر. نعم، لا يكلف المعدة أي شيء. عجيب. فهذا التمر لماذا الرطب؟ لأن الرطب فيها تركيز الفيتامينات مرتفع بالمقارنة مع التمر، خصوص فيتامين سي، لأن فيتامين سي مع الاجتفاف يضيع يتلف، تبقى واحد الأثر، ولكن الرطب فيها فيتامين سي، التمر ما فيهاش فيتامين سي، فيها شيء قليل جدا. التمر تركيز فيتامين B1 وB2 هو مرتفع في الرطب ومنخفض في التمر. أن نسبة الماء في الرطب هي التمر في 30 حتى 35%، الرطب يقدر يوصل حتى 55-60% من الماء. هذه ثم الألياف الخشبية اللي كاينة في الرطب تكون ألياف مازال فيها ماء، تمتص ماء، مازال منتفخة. أنها تفيد 90% و100%، أن الألياف الخشبية التمر اليابس أنها تفيد ب60 و70%. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرطب إن وجدت، إلى القر رطب كيف طلع على الرطب، الرطب ما كتكونش طول السنة طبعا. إلا الناس دكتور إذا سمحتي يعني وضح للناس شنو الفرق ما بين الرطب هو التمر اللي يلاه كيتجنى جديد باقي ما يبسش. وكان هما العرب كانوا كي واحد الانواع ديال التمر اللي كانت تبقى رطب لمده طويله، يعني عندها حجم ضخم جيد، ثم ان رطب هي رطبه، هي فيها رطوبه، فيها ماء. عندنا في المغرب. نعم، طريه. كاينه في المغرب. كتكون في المغرب طبعا، كاين في المغرب. نعم. كاين ما كتكونش في هذه الشهور اللي قبل الجني ديال التمور، هي كتكون اثناء جني التمور وكتكون شهر بعد. وكاينين اشخاص، انا محل اللي حجينا لقينا ان بعض الاخوان في السعوديه كيعملوها في الثلج. في المجمد. كتبقى نعم كتجمد، كتبقى هذه الرطب كتبقى لمده طويله. نعم كتبقى لمده طويله لان الفيتامينات وهذيك الاشياء تبقى لمده طويله. ثم هذا التمر لانه ينعش اكثر من التمر فقط، هو بحال غير وفيته بواحد 10 حتى 15% من هذه المكونات، ولكن يكون رطب، كيكون طري، يكون طري. ثم صلى الله عليه وسلم لما يجد رطب فالتمر، لان نفس المكونات. اذا لم يجد رطب وتمر فالماء وليس العسل. عجيب. شوف صلى الله عليه وسلم لم يفطر بفاكهه اخرى ولم يفطر بالعسل، رغم ان العسل كان متوفر، ولم يفطر بالحليب. نعم. رغم انه كان يحب الحليب صلى الله عليه وسلم. عجيب. ولكن الماء، فضل الماء. لماذا؟ لان الصائم لما يكون صائم ويصل وقت الافطار تكون المعده مرهقه وفارغه، اي شيء يسقط في المعده، اي شيء خص اي شيء يسقط في المعده تبدا في افراز البيبسين اللي غادي تهضم به البروتينات اللي غادي تستقبلهم. لما يسقط التمر في المعده فهو لا يرهقها، ما كيخدمش المعده ابدا. نعم، كيطيح فيها، كتبدا تخدم هذيك، كتبدا تفرز البيبسين. وهو كيهبط الامعاء، كيرطب الامعاء بالالياف الخشبيه، وكيعطي السكريات واملاح معدنيه فيتامينات باش يذهب ذاك الارتخاء والخمول والكسل اللي كيكون عند الصائم. هذا من جهه. على مستوى الحاله النفسيه انه كيكسر الجشع. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر، كيسبق الفطور، كيفطر اما بالتمر ولا الماء ولا الاثنين، لما لا جرعه، على شرط تكون جرعه او جرعتين وليس نصف لتر، جرعه جرعتين، ثم يفطر بخمسه سبعه تسعه تمرات 11، يعني الانسان اللي قدر ياكل ياكل، ماشي ما في حرج. ثم يصلي المغرب، يقوم للصلاه، وملي كيفضي من صلاه المغرب عاد كيرجع ياكل ما تيسر لشي حاجه كاينه. معنى يعني كان هذا الفرق من اللي كنفطروا بالتمر وكنقوموا للصلاه، حتى ولو كانت الصلاه ديالنا هذه قصيره، هذه يعني 5 دقائق 7 دقائق. الناس ما كيطولوش في الصلاه، الا طولوا 15 دقيقه يكون احسن. هاد 7 دقائق غادي يكون التمر مر من المعده، وصل الامعاء، امتصت اليود والمكون اليود والفيتامين بي اللي كيهدئوا الاعصاب، واستافد الكبد، وغادي يكون الدم داز فيه السكر، اللي نورون الخلايا العصبيه خذت سكر ما كتبقاش مضطربه، غادي يكون الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك دازوا للمخ،
ما غادي يبقاش داك القلق وداك الاضطراب العصبي، ثم غادي يكونوا الالياف الخشبيه استقروا في الامعاء، كيولي واحد اللي استقروا في الامعاء. نعم، ملي غادي يجي الانسان يفطر ما غيفطرش بجشاعة على مستوى الحاله النفسيه. ولا انتظر، انا كنصح الناس ينتظروا اكثر من 20 و 30 دقيقه، غادي يشوفوا بانهم غادي ياكلوا خمس الاكل فقط، وغادي يشبعوا وغادي يهضموا وغادي يكونوا احسن. الا ما فطروش بالتمر وزربوا صرعوا، يعني صرعوا في الاكل، غادي ياكلوا اكل كثير وغادي يخلطوا، غادي تنتفخ المعده وما غاديينش يهضموا وما غاديينش يستافدوا مثل ما لو كانوا فطروا بالتمر وتسناو وكالوا بهدوء. هذا فحكمه التمر هي حكمه عضويه، هي سنه مؤكده للرسول صلى الله عليه وسلم، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه ديالو حتى هي عند انعكاس علينا حنا، حتى هي كتنفعنا كما ينفعنا الوحي بالقران ينفعنا الوحي بالسنه. كما نعم، مزايا الوحي بالقران ومزايا الوحي هو نفس الشيء، نحن نؤمن بالوحيين الكتاب والسنه، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ديال التمر هو يعني متواتر، يعني حديث ثابت، ما فيش حديث صحيح. ثم طريقة غادي نشوفوا مائدة الإفطار من فيما بعد، ولكن خلينا نركزوا على التمر. أنك قلتي تفضلتي في المقدمة أن الناس مع الأسف الشديد ما كياكلوا غير في رمضان، مع الأسف الشديد، ولكن حتى هذا الأكل ديالو أثناء رمضان غادي يستفدوا منه، غادي يستفدوا من التمر، خصوص الأطفال الصغار. لا أدري هل هي عادة أم لا أدري، ربما تكون عادة. أنا بالنسبة لي يعني أحب أكل التمر في رمضان، ولكن خارج رمضان أنساه، لا أدري لماذا. هل هي عادة؟ ربما عادة. شوفي، سكان الصحراء في المغرب، يعني زاكورة وتفيلالت ورزازات وهذه المناطق اللي فيها تمور، نتكلم عن بلادنا، عن المغرب. أكيد. يعني كاين بلدان أخرى عندها تمور بكثرة، الناس ديالها. شوف هذه المناطق هذه اللي فيها تمور، الناس اللي تم اللي ساكنين تم، انهم ناس ما كيتقلقوش، عندهم برودة الأعصاب، عندهم طبع بارد هادئ. نعم، وعندهم بريق في العين، في البصر، عندهم بريق في البصر ديالهم، كيشوفوا من بعد، كيشوفوا بعيد، كيشوفوا 10 كيلومتر 15 كيلومتر، يعني النظر جيد. نعم. ثم انهم عندهم واحد الذكاء ودقه في الاشياء، اكيد، لان التمر يعطي الذكاء. اكيد. ثم هاد الاشخاص هذو عندهم عظام صلبه جدا، عظام صلبه، لان هاد التمر فيها الالياف، فيها املاح معدنيه، ثم ان اشعه الشمس كتعطي مكون فيتامين دي، هذه الكالسيفيرول والكالسيتونون جوج، يعني فكيخلي معنى هنا، الا اجتمعت الفيتامين دي مع الكالسيوم، اي كميه ديال الكالسيوم تكون غادا تمتص 100%. والكالسيوم مع الحديد، والتمر فيه حديد، هو مصدر حديد، يعطي واحد العظام قويه. الا اجتمع الفوسفور والكالسيوم والحديد مع الفيتامين دي كيكونوا عظام صلبه جدا. الطفل في هذه المناطق هذه، الطفل حتى انه يضرب بحجر ما يتكسرش العظم ديالو. ولكن مع الاسف عندنا في المدينه ان الاطفال كيسقطون من الفراش ثم كتكسر العظام ديالو. نعم. التمر، اضيف معلومه قبل المكالمات. نعم. التمر كان يتناوله الصحابه رضي الله عنهم. نعم. قبل صعود الجياد في الغزوات. نعم. لماذا؟ لانه يعطي قوه الاحتمال والطاقه. نعم، طاقه، قوه الاحتمال والدقه. علاش؟ لان اللي خارج الغزوه الا فلت العدو ديالو غادي يموت هو. أكيد. ما عندوش خيار، خطا، ما عندوش، يعني ما خصش يكون خطا، 0% الخطا. فولذلك نحن قوه الاحتمال، حنا ما بقاوش عندنا غزوات علي، حنا ولات عندنا حرب على شكل اخر. لكن احنا الان في الوقت الحاضر كتعطينا قوه الاحتمال لهذه الدنيا التي اصبحت صعبه ومعقده. ولذلك انا انصح، ليس يعني النصيحه هي نصيحه، ولكن بما اننا الان بصدد التمر فنعطيه معلومات متكامله. الناس جزاهم الله خيرا، الناس اللي خدامين عندهم توقيت مستمر، واللي خدامين في الادارات واللي كيركزوا، جزاهم الله خيرا، حنا كنطلبوهم على رؤوسهم. نحن نترجاهم باش صحتهم تكون جيده. هذا هو التعاليم الاسلاميه. الناس اللي خدامين في المكاتب، واللي عندهم ملفات، واللي كيركزوا، اللي خدامين في الحاسوب، اللي في المحاكم، اللي في الامن، اللي هذا، اللي عندهم واحد العمل، اللي في الشركات، اللي في الابناك، اللي كيطلب واحد الجهد فكري وذهني، وهذه من الاحسن ياخذوا معهم ماء وتمر الى العمل. هذا خارج رمضان. الان نحن في رمضان. نعم، ياخذوا معهم ماء من اللي خرج رمضان، ياخذوا معهم ماء، يدير حتى هذاك المجر ديالو
في الخزانه ديالو في المكتب ديالو، هذا واحد المجرف في المكتب ديالو يعمره بالتمر، بالتمر حتى اللوز والفواكه الجافه جيده، ولكن ياخذ معاه تمر يكون عنده تمر وماء في المكتب ديالو، ومن اللي يجي في المساء ان شاء الله للدار ديالو. واش علاش؟ ما خصوش ماشي ما نساليش الاكل، لا ما خصوش ياكل وهو كيركز. نعم. لان ما غاديش يهضم، ولا خدا شي وجبه دسمه غادي تهلك، وربما يكونوا اخطاء في بعض الملفات، وربما يكون اشياء اللي غادي تاخر ديك الملفات. فمن الاحسن انهم ياخذوا الناس معهم تمر وماء. نعم. المكاتب ديالهم. نعم. والنساء على الخصوص النساء. نعم. لان العيالات ولاو سريعي القلق ولاو سريعي الضجر، ياخذوا معاء وتمر. نعم. ملي يرجعوا للديور ديالهم ياكلوا ان شاء الله يكون خير.